اليو ديانج برضو واحد من اللاعبين الكبار اللي او يعني اللي موجودين في نادي الاهلي، وكان له ظروف خاصه في وجوده مع النادي الاهلي، وتاخد رايك فيه برضو على ما اتذكر. آه. يعني لا اكيد اليو ديانج لانه كان يلعب في الدوري الجزائري في مولديه مولديه العاصمه العاصمه. يعني لاعب مميز، يعني مميز، شفته عن قرب وابهرت بامكانياته، لانه لاعب قوي وسريع وحريف، يعني صعب انك تلقاها المعادله هذه في كان مش نبنى يعني في الجزائر. تعرف الدوري الجزائري منجم تاع لاعبين، واحنا في تونس نتبعوا كثير الدوري الجزائري لانه اللاعب الجزائري يعتبر لاعب محلي، فاللاعب كان عنده يعني ظهر. هل كنت تتوقع النجاح لأليو ديانج؟ مو متوقع، كنت معناها صعب الامكانيات هيك الكل ما تنجحش يعني. حتى هو بدايته كانت صعبه في النادي، لسه كنت هقول لك عشان كانت البدايه صعبه يعني. شوف اسلام يعني راهو حتى في اوروبا ممكن، علاش يجيبوا لاعب على 4 و5 سنوات؟ لانه ديما يحطوا سنه اولى تاقلم يعني، فعادي انه راهو معناها مش اللاعبين الكل من الاول. فلافيو قعد قد ايه؟ فلافيو سنه كامله. سنه كامله. فمش معناها في ناس تتاخر يعني، تاقلم، طريقه لعب جديده، طريقه نمط عيش جديد، عادي جدا انه. لكن لما تكون متاكد من الامكانيات وفي لي من اول مباراه يعني على حسب اللاعب. لكن الي ديانج يعني لاعب ذو مواصفات اوروبيه، لانه يعني باش تلقى لعيب البروفايل هذا مش موجود، مش متاح تو في افريقيا.